تجري حملة اعتقالات واسعة تطال الناشطين والمتظاهرين في المحافظة، حيث تم اعتقال الشيخ سمير العنيسي يوم أمس من قبل عمليات البصرة، وهو أحد الناشطين في التظاهرات وسط مطالبات للإفراج عنه. سنشاهد مع حضراتكم الآن في هذا المقطع الشيخ سمير العنيسي وهو يتحدث أثناء إحدى المظاهرات التي خرجت ضد الفساد ونقص الخدمات، فنشاهد. الله يا أخي، اليوم جينا على مود نطلع مسيرة حول حقوق الشعب العراقي المظلوم وحقوق أهل البصرة اللي لا أدوية لا شغل لا عمل، يعني البلد أصبح خراب على خراب برمات. أشو تفاجئنا هسه ماكو قوة بالبصرة، إذا ما جابوها إنه وإجوا. زين، هو المظاهرات غير كفلها الدستور؟ الدستور كفلها مو؟ بس هي اللي تحكم البلد هي عصابات، تحكم البلد مافيات حرامية سراق معدومين الضمير والشرف، وهاي كلها ما تهزنا ترى، كلها ولا نخاف من عدها، وإن شاء الله إن شاء الله نطلعهم من بلادنا هاي العصابات برؤوس الحراب، لأن الشباب كلها قاعدة بطالة، الخريجين قاعدة بطالة. زين، أنت ستروح للميناء تلقى عصابة من الأحزاب مسيطرة عليه، تروح للطابو تلقى عصابة من الأحزاب مسيطرة عليه، تروح للبلدية عصابة من الأحزاب مسيطرة عليه. يعني مجلس المحافظة عبارة عن مقاولين ورجال أعمال ما لهم أي علاقة. 4 تريليونات اجت من وراء دم الشهداء منا، من هاي الساحة طلعوا، ساحة الأبطال، ساحة عبد الكريم قاسم، هاي الرمال مديوفة ومعجونة بدم الشهداء، كلها سرقوها وباقوها، ما عندهم غير رجال المقرنص. يعني هاي شبة الكهرباء مخلينها قيمتها 7 ملايين وهي ما تتجاوز حتى 300 ألف، يعني إلى متى السكوت؟ أنا ناشد الشعب العراقي، سلام الله على أمير المؤمنين، أول ما أوصى أولاده ها الوقوف بوجه الظالم، كون للظالم خصما وللمظلوم عونا، وللمظلوم عونا. هذول ظلمة، الخروج عليهم واجب شرعي مقدس. أيها الشعب العراقي اسمعوني،